ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر عن علي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستكون فتنة قلت وما المخرج منها يا رسول الله قال هو كلام الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تلتبس به الألسنة ولا تزيغ به الأهواء ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا ينقضي عجائبه وهو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنة من سنتي أميتت بعدي فقد أحبني ومن أحبني كان معي وفي رواية كان معي في الجنة عن علي رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله إن نزل بنا أمر وليس فيه بيان أمر ولا نهي فماذا تأمرنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشاورون الفقهاء يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد کب یاروں کو تسلیم نہیں کب کوئی عدو انکاری ہے کب یاروں کو تسلیم نہیں کب کوئی عدو انکاری ہے اس کوئے طلب میں ہم نے بھی دل نظر کیا جانواری ہے کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے دہلیز کو چوم کے چھوڑ دیا دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے زخموں سے بدن گلزار سہی تم اپنی شکستہ تیر گنو زخموں سے بدن گلزار سہی تم اپنی شکستہ تیر گنو خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے میرے نہایت واجب الاحترام معزز علماء کرام
اور ہمارے اسٹیج پر موجود ہمارے اکابر اور ہمارے مشائخ اور نہایت واجب الاحترام بزرگوں مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ہماری آج کی کانفرنس کا عنوان ہے قرآن و سنت کانفرنس۔ میں نے کانفرنس کے نام کی مناسبت سے قرآن کریم کی ایک سورت تلاوت کی ہے، جس سورت کے بارے میں محمد بن ادریس حضرت امام شافعی نبر اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر خالق انسان کی ہدایت کے لیے پورے قرآن کریم کی بجائے